افتتح سمو الشيخ أحمد بن الصعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي اليوم جناح دولة الإمارات في إكسبو 2017 أستانا الذي يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيمه وإدارته والإشراف عليه، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس، وسعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة منصور المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وسعادة خيرات لاما شريف سفير كازاخستان لدى الإمارات. في العاصمة استانا الرائدة اقتصادياً بدأت فعاليات إكسبو 2017 وسط حضور لافت من مختلف الأطياف يصل إلى 5 ملايين زائر خلال مدة المعرض الذي يحظى في تظاهرته المميزة هذا العام بمشاركة دولة الإمارات عبر جناحها الذي يعبر عن الحضارة ويعكس اهتمام الدولة بالطاقة المستدامة والمستقبل. اليوم دولة الإمارات مشاركة بهذا الجناح الجميل صراحة في إكسبو أستانا جزء من المشاركة والتعريف بدولة الإمارات وما أنجز بدولة الإمارات اللي يخلي كل واحد إماراتي يفتخر بما حققناه. يعتبر إكسبو أستانا فرصة لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات ومبادراتها ومشاريعها الرائدة خاصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يوضح المحتوى أن الثروة الأساسية والطاقة الفعالة تتمثل في العنصر البشري الذي يعتبر رأس مال التنمية في الدولة، فشباب الوطن هم الطاقة الحقيقية. نحن اليوم نشارك بجناح دولة الإمارات في إكسبو أستانا. جناح دولة الإمارات يعتبر من أكبر الأجنحة في إكسبو أستانا، يتسع الجناح تقريبا ل 7000 زائر، مدة جولة كل زائر هي تقريبا 20 دقيقة. يتيح الجناح لزوارها الاطلاع على ملامح مستقبل قطاع الطاقة وهناك فعاليات متنوعة أخرى. يعد جناح دولة الإمارات الأكثر اتساعاً في المعرض حيث زود بخصائص رقمية لتعزيز تفاعل الزوار مع المعلومات والبيانات المعروضة والإبحار مع تجارب ذاتية والاطلاع على مختلف محتويات الجناح، وللمعرض أهمية خاصة لكونه يمهد لاستضافة الدولة لإكسبو 2020 الذي يعد أول معرض تجرى فعالياته في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. كعادتها تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها العالمية في إكسبو أستانا 2017 ومشاركتها الفاعلة. لأخبار دار محمد الجنيدي من جمهورية كازاخستان.